بس المسجات اللي عم توصلني بسبب الصورة فظيعة. صار اللي صار، واليومين اللي مضوا ما قدرت أصور ولا شيء ولا أي نفس. الأوبريشنز فإن شاء الله خلصوا وكل شيء تمام. أسماء مشاهير هنا ببغداد لأنه أنا صراحة ما أعرفهم. يا هني تغني راب من زمان؟ والله أول أغنية تسويها هني. والله صراحة شيء خرافي فعلياً، مو سليك. توني وكريس شاركا امبارح فيديو حفلتي زواجهم التاسع، حيث نال إعجاب عدد كبير من الجمهور لما يحمله من مقاطع مؤثرة ورومانسية بشكل كتير كبير، حيث أنه الفيديو فريد من نوعه وما شفنا منه من قبل على يوتيوب، وحقق مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة فقط من إطلاقه على يوتيوب. عبد الله بكر شارك ستوريهات جديدة، وهالمرة كانت من المستشفى استعدادا لعمليته الجراحية الثالثة بسبب المرض اللي عم بيعاني منه من قبل فترة واللي ما كشف عنه لحد الآن. نتمنى الشفاء العاجل لعبد الله بكر. حبيت أقول لكم أنا عندي أوبريشن. معلي أنا إذا شفت تغييراتهم دوبهم جو الناس. المهم عبد الله ركز في الموضوع، عندي أوبريشن فإن شاء الله خلصوا وكل شيء تمام. Let's stay strong. قمر وصلت للعراق وتحديدا بغداد، وعم بتدور على اسماء مشاهير لحتى تصور معهم هناك. شلونكم؟ طبعا مبدئيا ما عليكم شعري، بس كلش حاره كلش حاره. راح اطلب من هنا بوكس عندكم تكتبوا لي بيه اسماء مشاهير هنا ببغداد، لان انا صراحه ما اعرفهم، فكتبوا لي من وين حابين التقي من المشاهير هنا وبس. جودي سكيت عم بيحمس الجمهور لأغنيته الجديدة اللي راح تكون مع بيكي والرابر آدم ميليون بعنوان أنا بيزي. أنا مشغول لا تكلمني. حدي فليكس. إيوه فليكسي بني في حالي. أوكي شباب، هذا رأي براون بالأغنية. وأنا شوف فيديو كليب. صراحة شوف الأغنية كلكم بدعتوا، يعني ما في أحد كان تحت. كيف كان بيكي؟ يا أخي فجعتني يا برو، كيف كذا معصب؟ سمعتي؟ هي يعني هي تغني راب من زمان؟ والله أول أغنية تسويها هذه. والله صراحة شيء خرافي فعلياً، مو سليك. أبو روب وعمر ماكس إيش دي كانوا حديث الجمهور مبارحة من بعد ما شاركوا فيديو تعاوني مع بعض على قناة أبو روب، واللي كان ردة فعل على فيديو من فيديوهات قناة شفا، حيث أحب الجمهور هالثنائي كميكس مع بعض، وأحب شخصية عمر الناس اللي ما كانت تعرفه من قبل، والفيديو كان مضحك جدا. شيرو عم بيحضر لفيديو جديد مع أشخاص ما كشف عنهم، وعلق بي ما رح تتوقعوا مين حيكونوا، فشو هي توقعاتكم؟ أعزائي نساتي، بكرة رح ننزل لكم فيديو مع شخصين مستحيل تتوقعوا مين يكونوا هنين. كتبوا لي هون مين ممكن يكونوا هالشخصين. سألتم أسئلة خطيرة، أسئلة حلوة، والفيديو كان كتير حلو فترك. سيدرا وشيرين شاركوا صور لهما بتعديل من فوتوشوب وعلقوا بي حبوا نفسكم، ولكن الجمهور ما انتبه لهالرسالة وأحب الصور، فشبه الجمهور شيرين بكايلي جينر، فتلقت شيرين عدة رسائل من بعد هالصورة اللي خلاها ترد بهاد الستوري. بس المسجات اللي عم توصلني بسبب الصورة فظيعة، ما توقعت هيك تكون، وما عمل فيديو فوتوشوب أو مقلب أو شيء، بس حسيت حالي شوي بشبه كايلي جينر. ما بعرف، في منكم لاحظ، في منكم يعني جد بعتوا لي انه شو حلوه والله شو، بس انا كاتبه love yourself، حبوا حالكم. نور ستارز تعرض بيتها بامريكا للسرقه من بعد ما غابت عنه لاشهر لما كانت بدبي، فشاركت ستوريهات وهي عم تبكي بعد ما علمت بهالحادثه. سبحان الله، انت تشاء وانا اشاء، والله يفعل ما يشاء. كان عندي غير خطه براسي كومبليتلي، كان عندي خطه انه لايك او ماي جاد انا بامريكا، بوم مفاجاه، بعدين صار اللي صار. واليومين اللي مضوا ما قدرت اصور ولا شيء ولا اي نفس. واقفه هون ومتاثره كثير، وعم يعني عم بدعي، وفجاه الدنيا بتمطر